لما المدرس يقفشك وانت بتحسب فلوس الدرس. انت يا ابني اللي هناك، انت بتعمل ايه؟ انا بكتب اللي بتقوله يا استاذ. بتكتب اللي بقوله ايه؟ والآلة الحاسبة اللي معاك دي بتاعت ايه؟ دي عشان الحسابات. حسابات ايه؟ احنا في درس فرنساوي، وريني اللي بتهببه ده وريني. اتفضل يا مستر. 50 طالب في 200 جنيه ب10,000 جنيه في الشهر. ايه ده؟ انت بتحسب فلوس الدرس؟ ده انت يومك اسود. طلع لي رقم ابوك بسرعه. ما بلاش يا مستر، احنا هنهزر مع بعض ولا ايه؟ اخلص، طلع لي رقم ابوك. طيب براحتك اهو. ايوه يا حاج، ابنك ده انسان مش محترم. انا عمال انبح في صوتي واشرح، وحضرته كاتب لي 50 طالب في 200 ب 10,000 جنيه في الشهر، بيحسب لي مرتبي يا حاج. لا انت خلاص ما تقلقش خالص، معاك شرطة الدروس، احنا خلاص حددنا مكانك وهنيجي نفشخك.